سيدنا، جيش ملك شاه على مسيرة ليلة من القلعة. اطمن، 50 مؤمن بس كفاية. بتفاصيل عالمية الجودة ومتكاملة، جذب مسلسل الحشاشين التاريخي العين والقلب من الوهلة الأولى. وبعد ساعات من عرض حلقته الأولى، أصبح المسلسل محط إعجاب المشاهدين والترند رقم 1 على مواقع التواصل الاجتماعي. مفيش حكم سلطان راسخ بدون دم. تلك القلعة التاريخية ألموت التي تعني عش النسر، التي ضمت بين جدرانها قصة أخطر جماعة دموية عبر العصور، واستمرت عملياتها الاغتيالية على مدار قرنين من الزمان. طائفة الحشاشين الذين انفصلوا عن الفاطميين وطالبوا بإمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله، وأسس هذه الطائفة الحسن بن الصباح الذي أبدع الفنان كريم عبد العزيز في تجسيد شخصيته بشكل كان أحد أبرز أركان نجاح المسلسل. تفدي الدعوة بروحي. تصدر المسلسل للترند رقم 1 لم يأتي من فراغ، فقد تم تخصيص أضخم ميزانية للعمل، واهتم المخرج بترميمه بتوفير كل التجهيزات وبناء القصور والقلاع بأعلى مستوى. روحي فدا صاحب مفتاح الجنة. مسلسل الحشاشين يتميز بموضوع جديد ومثير من قلب التاريخ، ويتحدث عن أول جماعة من جماعة الإسلام السياسي، وهي أول تنظيم وظيفي في تاريخ الدين الإسلامي، وأول مؤامرة في الإسلام السياسي، وظاهرة صناعة الأصولية الإسلامية، وإدمان القتل والإرهاب والتنكيل. يستعرض الكاتب عبد الرحيم كمال سيرة الحشاشين بشكل تاريخي فني، يفند أركان جماعتهم التي نشرت الرعب والقتل في حقبة تاريخية قديمة، ويتحدث بشكل جديد عن مبادئ هذه الجماعة البعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي. اطمن، أنا عايز الرعب يملأ القلوب، أنا عايز المؤمنين يظهروا علنا في أصفهان. تصدر مسلسل الحشاشين في اللحظات الأولى إشادات الجماهير، ربما أمر متوقع بهذا الإنتاج المتميز، وبالتأكيد ستظهر خلال الأيام القادمة العديد من المفاجآت التي تجعله متصدرا باستمرار. وبعد ما كانت الناس بتقوي المؤمن في بيتها، أنا عايزها تتمنى تبقى زيه وتقاتل معه. مين يقدر على الحلم ده؟ صاحب مفتاح الجنة.